قديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام. ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. البحار العظيمة نجري وراء الخيال إلى البحار العميقة إلى عالي الجبال. نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. في البداية وعبرة في الختام ورحلة في المكان ورحلة في الزمان. للبحار العميقة إلى الجبال نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. إلى البحار العميقة إلى الجبال نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. أكيد بتعرف محتويات هالرسالة. ليش ما عم ترد؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ أنا ما بحب الموسيقى. لك منشان هيك عم تهرب من درس الموسيقى. ماما ما في حدا ما بيحب يسمع موسيقى. مو أنت بدك ياني أطلع يا مهندس يا دكتور؟ أنا ما بدي أطلع لا موسيقي ولا مطرب. حتى المهندس والدكتور بيحبوا يسمعوا موسيقى؟ ليش كل مين درس موسيقى ضروري يطلع مطرب أو موسيقي؟ هاي ثقافة، ثقافة يا بابا. مدرس الموسيقى عم يطلب مني أعزف على آلة ومن مدة قال لازم أعزف على كل الآلات. بجوز لحتى يكتشف ميولك يا بابا. أنا ما بحب أعزف ولا بدي أعزف. بس بتحب تسمع ما هيك ماما؟ إيه بحب موسيقى أفلام الكرتون. وبابا هيك بيقصد لحتى تتذوق شو عم تسمع. حتى لو موسيقى أفلام كرتون لازم على الأقل تعرف مبادئ الموسيقى. يا بابا يا حبيبي، الموسيقى هي غذاء الروح. كيف المطالعة هي غذاء العقل، الموسيقى هي غذاء الروح. فهمت علي؟ تيتي أنا عندي حكاية بتشبه كتير هالقصة. أنا بحب أسمعها. وأنا كمان تيتي. يلا تيتي على الغداء بعدين بحكي لكم. يا الحقوني يلا تعال. إن شاء الله انبسطتوا بالغدا. انبسطنا كثير تيتي. صحتين وألف عافية يا تيتي. على قلبك. رح نبلش هلأ بهالحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. كان يا مكان
بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان في لا تيتي ليش هيك؟ الحكاية إلى دهليز يعني إلى مدخل شاهر خلي تيتا تحكي لنا الحكاية تيتي نحن البني آدمين كل واحد مننا بيولد وبيكبر وبعدين بيموت ومن وقت بيولد لوقت بيموت بيمر بحياته بأخطار كتيرة مثلا بيشعر بفرح وبتمرق عليه مرض وأخطار إلخ إلخ مزبوط تيتي؟ مزبوط يا تيتي هذا كل إنسان بيحس وبيشعر فيه مثلا عنا نحن الكاتب بيعبر بالكتابة والخطيب بالخطابة أما الموسيقي فبيعبر بالموسيقى عن إحساساته وشعوره لأنه هاي الموسيقى لغة عالمية وكل إنسان بيحس وبيشعر فيها حتى الحيوان والنبات يا تيتي ثبت علميا بأنه بس يسمعوهم موسيقى بتكبر وبتنمو يعني حتى أحيانا بيقولوا أنه بتسمر أكتر كيف الحيوان بتأثر بالموسيقى يا تيتي؟ عندك الحادي مثلا تعرفوا شو يعني الحادي؟ لا ما بنعرفه تيتي أنا رح أقلكم شو الحادي الحادي تيتي اللي بيمشي بمقدمة القافلة بيركب على أول جمال بصير بغني لحن بتقوم هجمال بتتجاوب مع لحنه يا بتسرع بخطاها يا أما بتبطئ خطاها والبلبل ليش يحذركم البلبل بغني بغني تيتي لما بده ينادي لمرته وولاده مشان يجوا لعنده طيب والنبات تيتي كيف بده يفهم على الموسيقى تيتي ثبت علميا وقبل شوي قلتها لسه بتعذبني انه النبات لما بيسمع هالموسيقى بيكبر وبينمو حتى بيقولوا انه بيسمر اكتر وحكايتنا اليوم عن بلبل جميل وصوته هالحلو وشو صار معه مع البني آدم هلأ بلشنا تيتي بمدخل الحكاية والتقليد صعب تيتي كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان كان في تاجر كبير وغني كتير الله الغني وعند هالتاجر قصر حلو كتير مفروش بأحلى المفروشات وحيطانه مزخرفة كتير وحوالين هالقصر جناين وأزهار وورود كان لها التاجر بنت حلوة كتير ودلوعة وحساسة كانت هالبنت هوايتها يا تيتي تسمع الموسيقى وكانت هالبنت حبابة كتير واسمها رهف وبيوم من ذات الأيام مرة لا أحب سماع هذا الضجيج إنها قيثارة يا أبي سمها ما شئت أنا لا أحب لا القيثارة ولا غيرها أو بالأصح أنا لا أحب إلا سماع صوت رنين الذهب ورؤية بريق الجوهر
انظري كم هو جميل، واستمعي إلى هذا الصوت الحنون، إنه يشعرني بالأمان. ما هذه الزقزقة؟ فلتسكت أيها الحيوان اللعين. ما رأيك لو تركت هذه القيثارة وسأعطيك كل يوم هدية جديدة؟ أبي، ليتك تصغي بعض الوقت لألحاني وتغريد تلك الطيور والبلابل. ليتك فقط تبعد عن ذهنك ولو للحظات التفكير بالذهب والجواهر. إنه الذهب، المال، مصدر سعادتي ورزقي، فكيف لي أن أبعد تفكيري عنه ولو للحظة؟ لا بأس، لكل شيء حقه في هذه الحياة، ومن حق روحك ونفسك عليك أن تمتعها وتسمو بها من خلال لغة الموسيقى العذبة. هذا مرض، وعلي أن أجد لك الدواء لهذه العلة أو أقتل هذه الطيور. حتى ولدي ولدك، وسأجعل منك سلطانا، سلطانا لو شئت. لا، لا أريدك إطلاقا. أنا بنت ملك الجان، والتي يتمناني خيرة الجن. ترفضني أيها الراعي الحقير؟ لقد خلقنا الله تعالى في صورة مختلفة، فكيف تريديني أن أخالف إرادة ربي عز وجل؟ حسن، لأنني أحبك سأحولك إلى بلبل طائر، ولن تعود إلى طبيعتك إلا حين تقرر أن تتزوجني. هذا ظلم، هذا ظلم لا أقبل به. حسن، لكي يكون عدلا تعود لطبيعتك إذا وجدت من يحبك، يحبك كطائر مغرد، يحبك أكثر مما أحببتك أنا. Thank you.
يا الله، ما أجمل ألحانها وتغريدها، بل ما أجملها من طير. عجبا، ماذا؟ ألحان رائعة وانسجام خلاب. ترى كيف توفق ابنتك بين عزفها هذا وألحان البلابل؟ هل أفهم أن ما نسمعه شيء مفيد؟ إن ما نسمعه لهو غذاء الروح أيها الشهبندر. إلى أين؟ إلى حيث أمتع ناظري بما أسمع. كنت طلبت النصح منك لتبعد ابنتي عن هذه اللعبة السخيفة. أرجو ألا تبدو أنت سخيفا أيها الشهبندر. Thank you.
تبديل لخلق الله. إيه وبعدين تيتي شو صار للراعي والشهبندر؟ اقتنع الشهبندر أخيرا بعد ما شاف بعينه وسمع بإذنه أنه مو كل شي بهالحياة جواهر ومال. في شي يا تيتي أغلى وأسمن بكتير من هالشي يلي هو حياة الإنسان نفسه يلي الله سبحانه وتعالى نفخ الروح ببني آدم. وهالروح هي يلي بتتغذى بالألحان والموسيقى بالشعور والإحساس. وتوتي توتي خلصت الحتوتة. يلا تيتي روحوا درسوا منيح واكتبوا وظائفكم. يلا حبيباتي أوان. Good night.